أسعد الله صباحكم أو مساءكم مشاهدينا، مرحبا بكم في صدى الصحف، القراءة الأسبوعية لأبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية. والبداية مع العناوين: بلاغ من الديوان الملكي، نظام جديد لتنبيه الأطفال عند اختطافهم، بركة يقود وفدا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، وخبير يكشف الأسباب، ميل كالفترة الأبيب، الأمل الغذائي، كيف تدير المملكة وارداتها من القمح، وكالات الأصفار في ورطة، مواطنون دفعوا تكاليف العمرة ولم يجدوا مقاعد في الطائرات، ما كان ينبغي على الدركية المغربية نشر مقاطع فيديو على تيك توك، البيضاء حريق في خردة معدنية ورجال إطفاء في الموقع، إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين بعد شهرين، المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية سيحدد ملامح النظام العالمي، استنكار واسع لحملة تستهدف القشع وإشادة قوية بمجهوداته، ريال مدريد سيكون طرفا في رفع دعوة قضية نيجيريا. وفي بلاغ للديوان الملكي، حسب ما جاء على لسان وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخراً بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد يؤكد الديوان الملكي على ما يلي: أولاً، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية الضيقة. ثانياً، إن السياسات الخارجية للمملكة هي من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. ثالثاً، إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. رابعاً، إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويعطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة وللأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به. موقع لوديجي.ma يكتب: نظام جديد لتنبيه الأطفال عند اختطافهم، حيث كتب صاحب المقال أن بالشراكة مع ميتا الشركة التي تمتلك الفيسبوك والواتساب والإنستغرام، تقوم المديرية العامة للأمن القومي وضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لتنبيه الأطفال المفقودين والبحث عنهم، كما أوضح أن معهد الشرطة الملكية بالقنيطرة استضاف يوم الثلاثاء حفل إطلاق الرسمي لمخطط طفلي اختفى. ويهدف هذا البرنامج الذي تم بالشراكة مع ميتا التي تمتلك الفيسبوك والإنستغرام قبل المديرية العامة للأمن الوطني إلى الاستفادة من قدرات الاتصال المتقدمة التي توفرها الشبكات الاجتماعية للمساعدة في العثور على أطفالهم المفقودين، وهو مستوحى من آلية أمبر أليرت الأمريكية، والتي تتيح بث تنبيهات للبحث عن الأطفال المفقودين في مناطق جغرافية وزمنية محددة.
جريدة العالم تعنون بالخط العريض: بركة يقود وفدا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، حيث يشارك المغرب ممثلا بوفد هام يقوده وزير التجهيز والماء الدكتور نزار بركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 المقرر عقده من 22 إلى 24 مارس الجاري بنيويورك. وذكر نفس البلاغ للوزارة أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مواتية للمغرب لتجديد تأكيد التزامه الدائم ودعوة المجتمع الدولي من أجل الأخذ بالاعتبار بشكل أفضل إشكالية الماء في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذا إعادة التأكيد وترسيخ روابطه مع شركائه مع التشديد على استعداده لتقاسم خبراته والممارسات الجيدة التي راكبها في مجال الماء مع البلدان التي ترغب في ذلك في إطار تعاون تضامني وفعال. موقع نقاش الذي يعنون ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، وخبير يكشف أسباب ميل كفة تل أبيب، حيث وصلت التبادلات التجارية بين المملكة المغربية وإسرائيل إلى 55.7 ملايير دولار عام 2022 وفق ما أكدته المعطيات الرسمية التي أصدرها معهد الاتفاقيات أبرهام للسلام، حيث زادت الصادرات إسرائيل نحو المغرب من 10.2 إلى 37.9 ملايير دولار بين عامين 2020 و2022، كما تطورت الصادرات المغربية إلى الدولة العبرية من 11 إلى 17.8 ملايير دولار. وفي نفس السياق يقول المحلل الاقتصادي يوسف الناصري بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل وصلت إلى 55.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يروم لصالح إسرائيل لأن الواردات المغربية هي الأكثر من الصادرات الموجهة نحو الدول العبرية. جريدة لوبينيون الناطقة بالفرنسية تسلط الضوء على الأمن الغذائي، كيف تدير المملكة وارداتها من القمح، حيث يستورد المغرب ما تتوسط 3 إلى 4 ملايين طن، ومن القمح العادي ما بين 80 ألف إلى 90 ألف طن من القمح كل عام. وواجهت المملكة مثل غيرها من مستوردي القمح أسعارا قياسية العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعاني من تضخم غذائي أوسع بسبب الجفاف ومشاكل أخرى مثل تكلفة الهيدروكربونات، ومع ذلك في سياق يتسم بانخفاض المحصول بسبب الظروف المناخية وخاصة التوترات الجيوسياسية، أنشأت المملكة آلية لتجنب التأثير السلبي على احتياجات السوق المحلية، بما في ذلك برنامج دعم واردات القمح لتسهيل حركة الشاحنات من منطقة البحر الأسود. موقع لو 360 يعنون: وكالات أسفار في ورطة، مواطنون دفعوا تكاليف العمرة ولم يجدوا مقاعد في الطائرات، حيث وجدت مجموعة من وكالات الأسفار نفسها في مأزق بعد عدم تمكن أصحابها من تأمين مقاعد في الرحلات المخصصة لعمرة رمضان لفائدة الزبناء الذين دفعوا جميع التكاليف. وعلى بعد أقل من أسبوعين من حلول شهر رمضان الفضيل، ما زالت بعض وكالات الأسفار تسابق الزمن لحل أزمة تذاكر الطيران التي وقعوا فيها، وذلك بعدما تخلفت شركات الطيران على تأمين الرحلات الإضافية التي اعتادت على تأمينها في كل موسم وفق ما استسقيناه من مهنيين بالقطاع. كما عرفت وكالات الأسفار بمختلف ربوع المملكة هذه السنة إقبالا متزايدا على عروض عمرة رمضان رغم ارتفاع تكاليفها، خصوصا بعد رفع القيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية على مدى 3 سنوات تقريبا بسبب جائحة كورونا، إلى جانب شرط السن للمرأة وضرورة مرافقتها لأحد محارمها. أوبرا نيوز تكتب: ما كان ينبغي للدركية المغربية نشر مقاطع الفيديو على تيك توك،
حيث ألقي القبض على دركية تعمل في لواء الدرك الملكي في مقاطعة سطات من قبل تسللها الهرمي مقاطع الفيديو التي نشرتها على تيك توك وهي تغني وترقص في مكتبها، سلوك محظور تماما بموجب اللوائح العسكرية. وردا عن المنشورات، أشارت المديرية الإقليمية للدرك الملكي في سطات إلى استجواب النظام حسب ما ذكرت صحيفة الصباح اليومية الناطقة باللغة العربية. موقع lodg.info ينشر: الدار البيضاء حريق مستمر في خردة معدنية ورجال إطفاء في الموقع، حيث اندلع حريق في منطقة الخردة المعدنية بالدار البيضاء ورجال الإطفاء موجودون بالفعل في الموقع لمحاولة إخماد النيران التي نمت بسرعة، وإلى حين هذا الوقت لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن الحريق لا يزال مستمرا ولا يزال الوضع حرجا، وسرعان ما فتحت سلطات تحقيقا لتحديد مصدر هذا الحريق، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه ربما كان عرضيا، لكن المحققين سيفحصون جميع الأدلة التي تؤدي إلى فهم الأسباب الدقيقة لهذا الحدث. ونفتتح صفحتنا الدولية من جريدة شرق الأوسط، حيث لفتت الانتباه إلى الموضوع الجدير بالاهتمام وعنونت: المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية سيحدد ملامح النظام العالمي. حيث خلال سنوات الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، تحدثت حكومات ومحللون عسكريون وأكاديميون وروائيون عن نشوب حرب عالمية ثالثة نووية بسبب أزمة بين الروس والأمريكيين. وفي تحليل نشرته مجلة ناشيونال انتيرسنت الأمريكية، قال المحللان الأمريكيان لورانس جي كورب وستيفن سيمبالا إلى أن فشل في استراتيجية الردع المتبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي طوال سنوات الحرب الباردة كان يمكن أن يؤدي إلى دمار غير مسبوق للحضارة الإنسانية. حيث إن أحد الكتاب قال إن الناجين من مثل هذه الحروب كانوا سيحددون الموتى، ولكن هذا السيناريو المرعب لم يحدث. أن القادة الأمريكيين من هارلي تورمان حتى جون بايدن حرصوا على تجنبه، ولكن الرئيس بايدن قال مؤخرا إن الرد الروسي على الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأوكرانية يمكن أن يوسع نطاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ويقول كرومبي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وباحث في مركز التقدم الأمريكي للأبحاث، وسيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيمبالا الأمريكية، إن وجود الديمقراطية الليبرالية والنظام العالمي كله على المحك في الحرب الروسية الأوكرانية، فالمنتصر في هذه الحرب هو من سيحدد ما إذا كان القانون الدولي والحكومات التوافقية والكرامة الإنسانية ستزهر وتنجح في منطقة أصبحت الآن حرة لكنها كانت في وقت من الأوقات جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق. شريدة الجزيرة تكتب: إيران والسعودية تتفقان على الاستئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين بعد شهرين. حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية الواس أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثلتين الدبلوماسيتين في غضون شهرين، وجاء التوصل لهذا الاتفاق كما ذكرت الواس عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين إيبينغ. وأضافت الوكالة السعودية أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية. ونقلت واس عن بيان سعودي صيني إيراني أن وزير الخارجية السعودية وإيران سيجتمعان لترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات، كما أشارت إلى أن السعودية وإيران اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، كما اتفقتا أيضا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ونمر إلى الخبر الرياضي ومن جريدة هيبا بريس التي عنونت: استنكار واسع لحملة تستهدف الأقشع وإشادة قوية بمجهوداته. حيث استنكر عددا من المتابعين الحملة الشرسة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقشع، معتبرين أن
الأمر يستهدف كرة القدم الوطنية بصفة عامة، وأيضا هدية لخصوم المملكة المغربية الذين يسخرون منابرهم الإعلامية لمهاجمة الرجل بسبب الإنجازات الكروية العظيمة التي تم تحقيقها. ريال مدريد سيكون طرفا في رفع دعوى قضية نيجيريا، هكذا عنونت بين سبورت صدر صفحتها الرقمية، حيث كان ريال مدريد قد أصدر بيانا أكد فيه أنه نظرا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد النادي الكتالوني ورئيسه السابقين ساندور روسيل وجوزيف ماريا بارتومير للشكوك القائمة على الفساد والعلاقة بين النائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسي ماريا نيجريرا، فإن الرئيس فلونتينو بيريت استدعى مجلس الإدارة قلعة البيضاء للاجتماع بشكل عاجل يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن. وجاء في بيان للنادي الملكي الأحد يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد ثقته في النظام القضائي، حيث اتفق النادي دفاعا عن حقوقه المشروعة على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة. نهاية جولة اليوم من صدى الصحف، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.